مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي، سعيدة بلقيكم التواصل معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وكل مستمعينا. نتمنى أنكم تكونوا كتقضيوا معنا أوقات ممتعة شهية طيبة لكل من هو على مائدة الغذاء، طريق السلامة لكل من هو على الطريق، يومكم سعيد وتحياتي لكم كالعادة في حلقة يوم الخميس، حلقة اللي كنخصوها للتعامل مع الحرف والحوايج اللي كنحتاجوها في الدار ديالنا. نزول عند رغبتكم طبيعة الحال، وحنا دائما واهتمامكم بعالم النباتات ضفنا هذه الحلقة باش نزيدو نتكلموا فيها على النباتات، واكيد انه ضيفنا غيكون معنا في حلقات متتالية اللي او في حلقات يعني مستقبلا اللي غيعطينا فيها مجموعة من المعلومات، ولكن اليوم غنحاولوا انا وياكم ناخذوا من عنده الماكسيموم باش نقدروا اننا نهيئوا واحد الفضاء اخضر في البيت ديالنا. حاضر معنا المختص في عالم النباتات السيد عبد الغفور. مرحبا بك سيد عبد الغفور. الله يبارك فيك لالا، الله يبارك الله يبارك فيك. مرحبا بك وسمح لنا على الشقه وشرفتينا. مرحبا. ولكن ما سخيناش بهذيك الدردشه الممتعه وطيب الحال، وبغينا مازال نعيشوا في هذا العالم الاخضر وهذا العالم الجميل. مرحبا. السيد عبد الغفور، تكلمنا الاسبوع اللي فات على يعني على علاقتنا بالعالم الاخضر، وكتجي اسئله كثيره وكاين الناس بزاف اللي عندهم اهتمام بالفضاء الاخضر في وسط الدار، سواء كانت ابارتمون ولا فيلا ولا حتى بيت، انسان كيبغي واحد الفضاء اخضر مريح. فكيكون الناس اهتمام ولكن ما تيكونوش عارفين المعلومات، سواء كيمشيو لي بلونط اصطناعيين او لارتيفيسيال ديال البلاستيك الى غير ذلك، تيزينوا بهم واحد الفضاء معين، شي حاجه اللي كتضيف طاقه سلبيه للبيت، او لا كيمشيو لبعض النباتات اللي كيظنوا بانها رخيصه في الثمن، ما كيزعموش بزاف على انهم يبحثوا في هذا المجال هذا. فنبغيو نعرفوا او نرجعوا للناس مره اخرى شنو هي علاقتنا بالنباتات، شنو هو ارتباطنا بالنباتات، ونزيدوا نتكلموا على هذا النوع من النباتات اللي كنتعاملوا بها. كما قلت هذاك النهار بان النباتات كائنات حيه، وحنا كائنات حيه، يعني التعامل ديالنا مع النباتات كيكون بحال اي كائن حي عندنا وسط الدار. النباتات اللي هي شي حاجه اللي هي ضروريه في سواء داخل البيت سواء على برا، خصنا ضروري النباتات، حيت علاش؟ كتحيد لنا لي غاز، الغازات السامه، الغازات الدافئه، الغازات اللي كتاثر على الحياه ديالنا بواحد الشكل سلبي. النباتات ضروريه في الحياه ديالنا باش تحيد لنا هذوك الغازات اللي باش ما ياثروش على الصحه ديالنا، وهما تحيدوا هذوك الغازات من واحد الناحيه. من واحد الناحيه اخرى تعطيونا الديكور في الدار، كيعطيونا توسكي فيزوال، يعني اي حاجه نظره للدار. نعم، يعني هنا سعد الغفور بصراحه هذه المساله ديال كائن حي، انا تفاجئنا دابا في الاوف او لا قبل ما ندخلوا للبرنامج واحد النبته عندنا هنا في الراديو سقيناها، بصراحه انا حسيت بواحد ليموسيون معها، لان لقيتها فاش تسقات درت ردت فعل، بدينا كنسمعوها كانها كتكلم. شي ناس غيجيهم دابا هذه الكلمه بزاف، لا النبته بدات كتزدح، بدات كتكلم بواحد الطريقه لانها كانت باغي الماء، فمن عطينا الماء بواحد الكميه وتمينا بها كانت رياكسيون في اللحظه والحين، حتى ان الوراق دغيا تغير اللون ديالهم، وديك النبته تكلمت معنا بطريقتها. بيان سور، عرفتي علاش؟ حيت هذيك النبته كان خاصها الماء، كانت محتاجه الماء، بحال شي واحد دابا عطشان داير واحد المجهود رياضي، وملي تمشي للدار تمشي نيشان الماء، عرفتي كيتعامل معها كذلك النبته حتى هما كذلك، اذا كانت هي محتاجه الماء، ملي عطيتيها الماء بقات تاخذ هذاك الشيء اللي خاصها. نعم، حسن. يعني ردة الفعل كانت بحال شي رياضي، فوالا كان احساس بشري، ماشي هادشي اللي خاص الناس يوصلوا ليه ربما في تعاملنا مع النباتات. هنا سعد الغفور، كيفاش كيخصنا نبنيو علاقتنا مع النباتات في وسط الدار، وكيفاش كيخصنا نهيئوا لها واحد الفضاء؟ لان كاين بعض الناس اللي عندهم فكره على ان النباتات اللي كانت في الدار فهي كتاخذ الاكسجين، وبالتالي كتخلق مشكل في الدار، حتى انه تقف عندنا حتى مع الورد مثلا، لان حنا كنربطوا النباتات مع الورد مع بزاف الحوايج ما كنفصلوش. فملي كيكون عندك شي بوكاد فلوغ في الدار ولا ديروا في الماء وداك الشيء، والبلاصه اللي فيه الا كنتي غترتاح فيها ولا غتنعس فيها ولا لا خرج داك الشيء برا، راه غتقدر تاخذ الاكسجين ويتخنق الواحد. فشنو هو التفسير في هذا الباب هذا؟ كما قلت هذاك النهار، قلت على تكلمت بزاف على التركيب الضوئي. التركيب الضوئي النبته خاصها ثنائي اكسيد الكربون، ثنائي اكسيد الكربون باش كتصاوب هذاك الماده العضويه ديالها بوجود الضوء،
بوجود الضوء. دابا الا ما كانش الضوء بالنسبه للنبته كيكون العكس، كتاخذ هي هذاك الاكسجين، كتاخذ الاكسجين وكتعطينا ثنائي اكسيد الكربون، كيوقع العكس الا ما كانش الضوء. علاش كيقول لك بان دي كونساي، يعني ما كينصحوش الناس بان النباتات تكون في شي بلاصه مظلمه، يعني بيت النعاس بالليل، حيت كيولي شنو النبته كتاخذ الاكسجين، يعني كتدخل معانا في منافسه على الاكسجين اللي محتاجينه حنايا كانسان، وكتعطينا ثنائي اكسيد الكربون اللي هو تيقدر يخنقنا حنا كانسان. حيت ما كيكونش الضوء هذيك الساعات، ملي كتكون في غرفه النوم راه كتكون الظلمه، كتكون الظلمه راه كتاخذ هي الاكسجين وكتعطينا ثنائي اكسيد الكربون. يعني العكس العكس، يعني الا ما كانش الضوء حيد لي بلونت، يعني حيد النباتات من واحد البلاصه اللي بارك فيها الا ما كانش الضوء. دابا هذا الشيء اللي تيوقع. اما بالنهار ملي كيكون الضوء اش كدير النبته؟ كتحيد لك هذاك ثنائي اكسيد الكربون. بالنهار اولا بلي ما كنكونوا شاعلين الضوء مثلا. اي لا، شاعل الضوء راه كدير تدير هي التركيب الضوئي، كتاخذ لك ثنائي اكسيد الكربون كتعطيك الاكسجين. يعني ملي كيطفى الضوء ما تكونش الحركه في الدار، هنا فين كيكون المشكل. تما فين كيكون المشكل؟ ملي كيكون الظلمه، ملي ما كيكونش الضوء. حيت الضوء داخل الدار او لا داخل الغرفه، تما كي كيولي كتدخل معك في منافسه على الاكسجين هي النبته. الفضاء الا ما كناش فيه مثلا، واش نخليو فيه النبته بالليل، ولا كيخصنا مثلا كلشي النباتات نخرجوهم لواحد البلاصه؟ خاص مثلا كناخذوا نباتات داخليه غنخليهم في الصالون في السيجور غرف النوم اللي نستنيو، او ان الدار كلها كيخصها تكون خاليه من النباتات في الليل؟ لا، بحال دابا ملي كندخلوا للغرف الاخرين ضروري كتلقى واحد شويه لايراسيون، كتلقى التهويه، وما كتلقاش بنادم، يعني بنادم فيها، وكيكون الضوء ضروري داخل الضوء واحد شويه. ملي كيكون داخل الضوء راه النبته اوتوماتيكمون هي كتحيد لك هذوك لي غاز توكسيك او لا السي او 2، كتحيد لك ثنائي اكسيد الكربون. يعني كنعيشوا معاها. كتعيش معاها ماشي مشكل، الا كاين الضوء، الا كاين الضوء مزيانه لك النبته تكون تما. كاين بحال دابا الجرده، ملي تتخرج على برا في الجرده كيكون الضوء، وبالليل في التيراس، في التيراس راه كتحس بان هذاك المكان اللي هو زوين. كتحس بالمكان بانه كما تيقولوا ملطف، ملطف بوجود النباتات. علاش؟ حيت كاين الضوء، كاين الضوء. النبته اش كتاخذ هذيك الساعات؟ راه كتاخذ لك هذوك الغازات السامه وكتعطيك الاكسجين، اكسجين نقي، اكسجين بيغ كما نقي، يعني هكاك كتريح في واحد الجرده بالليل كتحس بواحد الراحه، واحد الارتياح. اذا وقت ما كان الضوء كيكون التعامل مع النبته والتعايش مع النبته مزيان. في هذه النقطه دابا عبد الغفور، انت كنتي قلتي لي بانه علاقتنا بالنباتات هي عباره عن قصه، فنبغيو انك تحطنا في القصه حتى نعرفوا كيفاش كيخصنا نتعاملوا مع النباتات في حياتنا اليوميه. دابا انا غادي نهضر لكم على القصه ديال النباتات باش نحبب المستمعين الكرام العالم ديال النباتات، وباش نعطيهم واحد الفكره عام على العالم ديال النباتات. النباتات كانوا في الكره الارضيه 500 مليون عام، يعني قبل ما يظهروا القارات، يعني قبل ما يظهروا تظهر اليابسه. اش كانوا؟ كانوا النباتات. شمن النباتات؟ كانوا هذوك الطحالب، كانوا هذاك الشيء اللي كاين وسط الماء، كانوا النباتات هذيك الساعات، هذوك هما اول نباتات ظهروا على في الكره الارضيه. من بعد ملي ظهروا القارات بداو كيبانوا نباتات اخرين جداد، ولكن بقى عندهم ديما حاجه تامه للماء. الماء، يعني الماء، هما خرجوا من الماء ولكن بقاو قرابين من الماء، يعني كتلقاهم في جنب الويدان، جنب اي بلاصه فيها الماء، حدا البحر، يعني قرابين الماء، محتاجين هما احج في امس الحاجه للماء. الماء. من بعد ملي بدا كيظهروا التغيرات المناخيه كما تنقولوا، اش بداو كيديروا هذوك النبات؟ بداو كيطوروا التطور ديالهم، بدا كيبان، بداو كيظهروا نباتات جديده، بداو تيظهروا نباتات اللي عندهم الورده. الورد ما كانش قبل، ما كانوش النباتات عندهم الورد، كانوا كيتسموا هذوك النباتات اللي ما عندهمش الورد كيتسموا عاريات البذور. يعني كتعطيك البذره ولكن في الفاكهه ما عندهاش واحد الغطاء هذوك، ولكن ما كانش كتعطيك الورده. الورده ما كتبانش، ما كاينش الورده. نباتات، نعطيكم بواحد ليكزومبل، يعني واحد المثال ديال هذوك لي شان. لي شان عمرك شتي دي شان عاطين الورد؟ لا. الا دستي من شي غابه وشفتي هذوك الاشجار اللي كاينين في الغابه، اللي مغطيه الغابه كلها، اللي مغطيه الغابه، هذاك الغطاء النباتي، ما كتلقاش الورد.
ما تطلقاش الورد، تطلقى لي فلور، تطلقى لي فوي يعني الوراق الاوراق، وكتلقى دي كون اللي قلنا هضرنا عليهم هذيك النهار، هذوك بحال الكريكيبات تيطيحوا تيسقطوا في الارض بحال الفرويه هو، ولكن ما كتلقاش الورده. من بعد هاد النباتات مع مرور الوقت بداو كيتطوروا، بداو كيعطيونا نباتات اللي عندها الورد. من بعد بداو كيظهروا النباتات ملي جات الصحراء، خاص واحد الغطاء النباتي الصحراء. هذاك الغطاء النباتي هما هذوك الصبار والمسائل تتلقاي، او لا هذاك السدر، تسمي بالسدره. هذيك السدره اش كتلقاي؟ كتلقاي عندها الفوياج يعني هذاك الاوراق صغار صغار، علاش؟ باش ما تضيعش الماء. هذا هو الهدف انها بقاو الاوراق ديالها صغار باش ما تضيعش الماء. دابا هي كتاخذ بالجذور ديالها الماء، وباش ما تضيعش الماء اشنو هو هذاك كتغسل الوراق وكتبقى بحوايج اخرين، فوالا كتبقى بهذوك لي زيكوي، هذوك الاباري الابره اللي عند الشوكه كما تنقولوا باللغه العربيه الفصحى بالدارجه، هذيك الشوكات تلقاي الشوكات الصبار راه عنده الشوك. ولكن اولا هذاك السدر تلقاي عنده الفوياج ديالو يعني الاوراق ديالو صغار باش ما يضيعش الماء، حيت ما كاينش الماء اصلا. دابا هما تطوروا، بقى واحد التطور مع مرور الوقت يعني والنبته تاقلمت على حساب الفضاء اللي هي فيه وعلى حساب الماء على حساب الماء، التطور ديالهم جا على حساب الماء على حساب الاستقلاليه من الماء. يعني كل ما قل الماء كل ما النبته اش كدير؟ كتطور. نعم، حنا اكيد مازال مواصلين في هذه الرحله الزوينه بزاف في العالم الاخضر، غادي نتوقفوا للحظات مع فاصل اعلاني وراجعين مع المختص ديالنا السيد الغفور باش نواصلوا الحديث ونستقبلوا ايضا اسئلتكم. مرحبا واهلا وسهلا بكم مستمعينا فين ما كنتم، مرحبا بكم مره اخرى. لقاء ممتع بزاف معك، وبزاف ديال المعلومات اللي كنستافدوا منها في هذا الباب هذا. فالسيد الغفور ملي كنتكلموا على النباتات عيشينا في هذه القصه ديال النباتات، وبان الاصل ديال النباتات هو اصل ما قبل الوجود ديالنا، يمكن كانت هذه الكائنات نعم. الحيه كاينه، فاكيد انه كنحسوا بواحد النوع من الحنين لها كيف ما تنحسوا مع التراب مثلا. كاين اللي كيشم التراب كيحس بواحد الراحه نفسيه، ودراسات نفسيه مؤخرا تثبت بانه ملي كيكون الشتا صابه والريحه ديال التراب في التراب هي مضاد للاكتئاب طبيعي. وكينعكس على النفسيه ديالنا ياك سي الغفور، هادشي انت كتعيش معاه. معقوله. فانا سي الغفور ملي نتكلموا على النباتات كيفاش نقدروا نختاروا النباتات ديالنا في وسط الدار، وحتى مثلا غنديروهم في شرجم ولا غنديروهم في بالكون ولا في تيغاس ولا في جرده، ولا كل واحد على حسب امكانياته على حسب الدويره ديالو شنو عنده. ايه معقوله. دابا اش نتكلم لكم على على الاختيار ديال النباتات هو على حساب جوج الحوايج، على حساب الميول ديال كل انسان يعني ليش كيميل وعلى حساب لوكو يعني شحال المصروف اللي غادي يقدر يخسر في هاد النباتات اللي غادي يشريهم. يعني باش ملي نهضر لك على الميول، الميول كل انسان عنده الميول ديالو على حساب لي كولور يعني على حساب الالوان، على حساب لا فورم يعني لا فورم بالعربيه الشكل فوالا ديال هاد النبته، على حساب الفوليوم ديال هاد النبته واش كبيره واش صغيره. المهم باش نهضروا على الفوليوم، نهضروا على الفوليوم وعلى لا فورم وعلى لي كولور يعني اللون، ونهضروا على لا فورم يعني الشكل ديال النبته، وعلى حساب الفوليوم ديالها يعني واش كبيره بزاف واش عامره بزاف او لا عامره شويه. انا اللي كنصح مستمعينا الكرام هو على حساب لاسباس اللي ساكن فيه، بحال دابا لاسباس الا كان كبير بزاف يقدر يجيب نباتات اللي هي كبيره بزاف، حيت لاسباس كبير بزاف فهمتي. الا كان عنده لاسباس صغير من الاحسن يجيب نباتات اللي هي على حساب لاسباس اللي عنده، حيت راه بعض المرات واحد الغلط كيديروه الناس الا هو كتلقى عنده لاسباس صغير وجايب نباتات كبيره، ما كيعطيش واحد النظره زوينه لاسباس اللي عنده. تفهمنا؟ وعلى حساب كما قلنا عاوتاني لي كولور، عندنا الناس كل واحد لاش كيميل اش من اللون، كاين اللي عزيز عليه الخضوره بغى غير الخضوره يعني غادي يمشي يجيب نباتات اللي عندها غير الاوراق ديالها خضرين مزيان فونسي يعني خضره بزاف خضره بزاف. كاينين بعض الناس اللي تيبغيو لي فلور كيبغي الورد
الورد في هذه النباتات يعني غادي يمشي يختار اللوان اللي تيعجبوه في الورد ديال هذوك النباتات. تلقى نبته كدير واحد الورده في واحد اللون هو يختار النبته اللي غادي تعجبو على حسب هذاك اللون اللي تيعجبو. فالمهم دابا كل دار اش عندها؟ عندها كوزينه، عندها صالون، عندها بيت الناس. احنا قلنا بانه ماشي من الضروري النباتات تحطوا في بيت الناس، راه قلنا على حساب العامل ديالاش ديال الاكسجين، يعني باش ما تدخلش معاه في منافسه في الاكسجين. انا نهضر على الكوزينه وعادي نهضر على الصالون وعادي نهضر على التيراس او لا على الشرجم او لا او لا الشرجم ولا هادي. فوالا دابا ملي الكوزينه كينصحوا كنصح حتى انا كمختص في علم النباتات بان يكون اللوان اللي ياخذهم الانسان في الكوزينه جوج اللوان مزيانين، وكل واحد عنده عاوتاني الميول ديالو للكولور. انا كمختص جوج الحوايج، ياخذ نباتات اللي عندها اللون كتعطي لا فلور يعني الورده في واحد اللون اللي هو اورانج اورانج يعني هذاك البرتقالي ياخذ النباتات اللي كتعطي لا فلور فيها يعني الورده في اللون البرتقالي، ويدير لو فيغ يعني خضوره خضوره. وهادشي علاش كاين بعض الناس اللي كيصاوبوا اولا اللي كيزرعوا مثلا بعض الاعشاب المنسمه وهادشي في الكوزينه. نقول لك علاش، حيت انا غادي نعطيكم واحد المثال باش تفهموا. شتي دابا ما حنا دابا في ملي كندخلوا لشي متجر ديال كيبيع الحوايج ديال اللباس، كندخلوا لهذاك المتجر اش كنلقاو فيه؟ تلقاو فيه الريحه كتدخل المتجر كتضربك واحد الريحه زويونه، كنلقاو لي كولور، كنلقاو اللوان، تلقاو الموسيقى باش تسمع شي حاجه زوينه، كنلقاو عاوتاني اش كيديروا الكليماتيزور، يعني كنطفوا هذاك الجو بالكليماتيزور باش حتى تحس واحد الاحساس زوين. عاوتاني كيقدروا يعطوك الشوكولا دي شوكولا. علاش؟ باش تذوق. يعني اش داروا لك هما في هذيك في المتجر؟ داروا لك كتسمى لا سيدكسيون سونسوريال، يعني حرك لك جميع الحواس ديالك. دابا انت في لو شوا ديال يعني في الاختيار ديال النباتات، يعني الاختيار ديال النباتات في قلب الدار، خصك انت يعني الضيف اللي يجي عندك خصك دير ليه جميع الحواس ديالو يتفاعلوا مع هذاك هذاك المحيط او لا هذاك لاسباس. نعطيكم مثال، الا جبت واحد لو بيتيت فونتين، يعني هذيك الخصه صغيره فيها الماء، الماء تعطيك الميديتي، تعطيك كيلطف لك الجو، يعني اش كيدير؟ تيحرك لك تو سكي تاكتيل، يعني حاسه اللمس الماء. ملي كنجيب النباتات فيها اللوان يعني اش كنحركوا؟ كنحركوا الفيزيوال، يعني كنحركوا النظره بلي كولور. ملي كنجيبوا شنو اخر قلنا؟ حاسه اللمس، حاسه النظر يعني الشوفه، كنشوفوا عاوتاني بعض الجرادي اللي كيديروا فيهم دي النباتات اللي تقدر تقطف منها وتاكل. يعني اش من حاسه الذوق، كتذوق كدير عاوتاني هاد لي بلونط اللي دوينا عليهم السكينه، لي بلونط اروماتيك اي ميديسينال، يعني الاروماتيك كيعطيو لودور، كيعطيو حاسه الشم. فهمتي؟ يعني قلنا الذوق، قلنا النظر، قلنا الشم، وقلنا اللمس. شحال من حاسه انا في قلب نقدر ندير في قلب الدار، يعني لا يدخل عندي كضيف انا للدار عادي يلقى هادشي كامل، عادي يرتاح. علاش؟ انت حركتي ليه كاع الحواس، تحركوا في قلب هذاك في وسط الدار، في قلب هذاك الديكور اللي داير بالنباتات وبالماء،
يعني خاصها اش كدير؟ كدير لك ليميديتي وكتسمع حتى حتى تسمع ما كتسمع الماء هابط هذاك الخرير ديال الماء كتسمعو نتايا يعني شحال من حاسه لي 5 سونس كيتحركوا مع هذاك الفضاء اللي درتي فيه الماء يعني لوديتيف يعني حاسه السمع فيه الا كانت عندك بحال دابا جرده على برا تدير نباتات اللي تعطيك ليمونه او الخوخه او لا المهم اي حاجه شجر ديال شي حاجه مثمره كتاكل مثمره فوالا حاسه الذوق كدير هذوك النباتات اللي كيعطيوك الريحه حاسه الشم وكدير لي كولور هي البصر نعم مي قلتي لنا سي عبد الغفور انه خاص يكون البرتقالي والاخضر في الكوزينه كيف ما فسرتي لي من قبل واحد التفسير زوين بزاف هو انه ارتباطنا حنا بالالوان الجسم ديالنا كيتقسم لاربعه اقسام كيرتبطوا بالوان معينه ف نبغيو نوضعوا الناس هذه الفكره هذه حتى نقربوهم من الصوره وكيفاش كيخصهم يختاروا الالوان في الفضاءات المختلفه في الدار دابا كما هضرنا على السكينه قبيله بان البنيه ديال جسم الانسان كتعلق بالالوان الوان ديال الطيف ديال قوس قزح دابا قوس قزح اش فيه فيه كيبدا من الفيولي اللي هو الرمادي ياك الرمادي ماشي الرمادي لا البنفسجي البنفسجي فوالا من البنفسجي حتى الاحمر حتى احنا في جسم الانسان الجسم الانسان بادي من البنفسجي حتى الاحمر انا نقول لكم كيفاش دابا هادو خبراء في علم النفس وفي علم النفس وفي لي كولور يعني في هادشي ديال الالوان لقاو بان في جسم الانسان الراس ديالنا كيتعامل مع اي حاجه في اللون ديال البنفسجي تلقى من اللوكو يعني من هنا من العمق حتى الرئه كنتعاملوا مع الاخضر بزاف ملي كتدير هذاك ملي كتبان لك شي بلاصه خضراء كدير واحد التنفس عميق يعني كيعجبك الحال يعني شنو الرئه ديالك تفاعلت والتنفس ديالك تفاعل من الرئه للمعده يعني هذاك اي حاجه كتعلق بالجهاز الهضمي كيتعامل معها اللون البرتقالي وهذا الشيء علاش قلنا الكوزينه تكون فيها لي فلور لا هذا الشيء انا قلت انا لي فلور اورانج يعني تو سكي اورانج يعني هذيك الحاجه اللي هي برتقاليه في قلب ديال الكوزينه سواء في اللون ديال هذاك الشيء الاكسسوارات لي اكسسوارات في اللون ديال الكوزينه اللي كان في البرتقالي الانسان تي 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 تيكون عنده واحد الارتياح في الجهاز الهضمي على حسب هذاك اللون الى من الجهاز الهضمي لتحت ديال الرجلين ديالنا كنلقاو لو غوش يعني الاحمر اللون الاحمر وهادو هما الوان الطيف اللي قلنا يعني مناش من البنفسجي للاحمر من البنفسجي للاحمر في لو شوا ديال الكوزينه علاش انا قلت لكم اللون البرتقالي واللون الاخضر يعني اول حاجه التنفس علاش كيكون عندنا هذاك ثنائي اكسيد الكربون يعني التنفس ديالنا كيكون قليل في الكوزينه مع الطياب راه كنطلقوه ثنائي اكسيد الكربون الاحتراق ديال الغاز كيعطينا ثنائي اكسيد الكربون ملي كندير ان النباتات في اللون الاخضر اول حاجه كيحيدوا لي بعدا دوك لي غاز كيحيدوا لي دوك الغازات واضافه على هذا بانني العامل ديال النظر كنشوف شي حاجه برتقاليه كتاثر ليها العامل خصوصا اذا كان عندي واحد طويبله كناكل في الكوزينه كناكل في الكوزينه الا كان اللون البرتقالي مزيان تاثر عليك بواحد الشكل ايجابي على الشهيه ديالك نعم نمشيو ناخذ مكالمه ونرجعوا نشوفوا شنو يمكن يدار في وسط الدار ونكملوا الرحله نكملوا الجوله في البيت ناخذوا معنا السي عيسى من ورزازات مرحبا بك سيدي اهلا وسهلا دايرين بارك الله فيك سي عيسى مرحبا ديما تصنا بكم مرحبا بك سيدي اهلا وسهلا تفضل كتعرفي اللي راه عزيز عليا الشم ديال النباتات خصوصا ديال وسط الدار مرحبا سيدي ديجا شاركت معكم وكنتقترح عليكم واحد الفكره ديال السقي ديال النباتات هادو بطريقه اوتوماتيكيه اييه ولكن ما كيستاش لي انا نصيفط لكم الفيديو ما عرفتش فين غنصيفطو بالضبط مرحبا سيدي يمكن لك تبعثوا لنا على الصفحه الرسميه ديال البرنامج اللي هي سيدتي ساداتي مرحبا سيدي والطريقه مبسطه وداك الشيء كلشي بسيط غير موجود غير ممكن غير نقادو غير شي حاجه بسيطه اهلا وسهلا بارك الله فيك السي عيسى مرحبا نقول للمختص ديالنا يهضر لنا شويه يقول لنا شي نصائح ديال كيفاش نعتني بالنباتات اللي داخل وسط الدار اللي في وسط الدار
اييه شنو هما انواع النباتات اللي عندك سي عيسى؟ انا كما قال انا عزيز عليا هي الخضره، ماشي بالضروره انهم يكونوا لي فلوغ ولا شي حاجه، غير الخضره تكون خضوريه. المهم تكون دايره فيك في الدار الخضوريه. نعم لله بارك الله. مرحبا. واللي مثلا ديال الصباح هاد الوقت عندنا حنا باقا شويه الجو شويه قاطح. باش كاين حنا مثلا باش نعتنيو بهم ديال الصباح. دير واحد غولير ديال سميتو ديال الطيور وندير لهم سميتو الطبيعه مثلا وسط الغولير. اييه واخا سيدي مرحبا بقى معنا سي عيسى. تفضل سي عبد الغاف. مرحبا انا نجاوبك سي عيسى. انت كما قلتي كتبغي الخضوره، الخضوره يعني كتمشي كتختار نباتات اللي عندها غير الاوراق ديالها خضرين بزاف خضرين، كتبغي الخضوره مزيان. كيفاش كنعتنيو بهذه النباتات؟ كما اي نبته يعني اش خصني الماء ضروري، خصني الشمس، خاصهم يكون لا لوميير كما قلنا غير شويه ديال الضوء، شي شويه ديال الضوء اللي كان عندك لداخل او اللي كان عندك في السطح. يعني السطح راه كاين الضوء فهمتي، كاين الشمس. الا كان عندك في قلب الدار يعني خصك واحد شويه ديال الضوء، ديال الضوء باش يديروا هما التركيب الضوئي ديالهم اللي كنا هضرنا مع عليه هذاك النهار. قلت لك كيفاش نعتني بها. اول حاجه الماء، الماء اللي هو عامل رئيسي، حيت انا ملي عودت لكم على ليستواغ يعني على التاريخ ديال النباتات قلنا بان هاد النباتات هما تطوروا على حساب الماء، على حساب الوجود ديال الماء. يعني الماء اللي هو عامل رئيسي في الحياه ديال النبته. تعطيه الماء، تعطيه الماء، ولكن خصك تعرف شحال تعطي ديال الماء، عاوتاني ماشي بزاف. الا كنت غادي تشري هذاك اش كيقولوا التراب من عند لابيبينير، حيت حتى في البيبينير يعني المشتل فيها انواع ديال التراب. كاين التراب اللي كيشد لك بزاف ديال الماء، تيخلي الماء في وسط التراب كيشدو، كتسمى لا توب. لا توب هذيك كتشد 10 المرات، بحال عطيتيها اترو، عطيتيها هي فيها كيلو، كتشد لك 10 كيلو ديال الماء، 10 اترو ديال الماء ياك. هذيك لا توب الا درتيها راه ملي تبغي تسقي هذيك النبته ماشي كل مره تسقيها، يعني ماشي ديما عادي تسقيها، ديما كتشوف الا كان نشف هذاك التراب كتجيب ليه الماء. كتجيب ليه الماء. هذا من ناحيه السقي ديال النباتات. غادي ندوي لك على هذاك الاوراق كيفاش تحافظ عليهم. الاوراق غادي تشد واحد المنشفه تسردها بالماء ومسح هذوك الاوراق باش عمل الغبره فهمتي مزيان. وعاوتاني البلاصه اللي تحط فيها النبته خاصك ديك النبته عاوتاني ما تبقاش تنقلها بزاف، حيت نقلتيها بحال دابا الا عطيتيها واحد العوامل وحولتيها لبلاصه اخرى وكانوا عوامل مختلفه راه كتشوك كما قلنا كتقلق هي كتبدل عليها الجو. كيتبدل عليها الجو، ماشي تبقى تنقل فيها في وسط الدار بزاف. يعني واحد لومبلاسمون يعني حطيتيها في واحد البلاصه خليها تادابتا يعني تستقر وتتأقلم، وهذيك الساعات بقى تعطيها الماء ديالها الرئيسي باش هذاك، ومسح لها الاوراق ديالها من الغبره باش يبقى الديكور ديالها مزيان. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى كنتي دويتي على دوي على السطح. على السطح بغى عنده طويرات في السطح وبغى يدير واحد الفضاء اخضر تما ولكن المنطقه الجو شويه قاصح. الجو شويه قاصح مزيان، حيت دابا في ورزازات على ما عارف انا في ورزازات كتشوتي لا تمبيراتور يعني درجه الحراره كطيح بزاف. كاينين نباتات اللي غادي يمشي عند المشتل غادي ياخذ نباتات اللي هي كتادابت يعني كتقدر تتعامل مع هذا الجو اللي عندكم في ورزازات. غير سير للمشتل وسول المختص تما في النبتل المشتل على النبته اللي عادي تقدر واخا ديرها في السطح ما تموتش ليك يعني تبقى، ولكن انت عطيها العوامل الرئيسيه كما قلنا احنا الماء تهلا فيها وباش تهلا فيك هي وتبقى زوينه على طول. لا انا بصراحه تفاجات اليوم من رده الفعل ديال النبته. بصراحه انا بديت كرتبط شويه بهذا العالم ولكن تفاجات اليوم من رده الفعل اللي عشناها مع النبته، وبالتالي فهي كتعطي كيف ما كتعطيها وكتفاعل معها كيف ما كتفاعل معها. غادي نمشيو فاصل اعلاني قصير نرجع نواصلوا معك سي عبد الغفور ونستقبلوا باقي المكالمات. مرحبا غيزلة من الرباط. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الصدارة الاولى بعدا الله يكرمك لالا. شكرا على اختك. الله يحفظك يا لالا بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بالنسبه للنبات انا كنعجب فيه انه النبات ديال الدار ما كيصدقوش ليا ديال الداخل. كيفاش كتختاريهم؟ درتي لي بلونت داخل في الدار. كاين شي واحد حتى كان جات ليا واحد لا بلونت ديال الدار من داخل
قلت لا هذا كانت عجباني دونك هي راه كادو محافظه عليها دابا راها مزيان كاين بحال عواش لواحد الجهه وديك الفلوغ ديالها ما بقاتش كطلاف وشويه بعد الخطوريه كتمشي منها بحال الجناب ديال الوريق كتمشي منها ولكن انت حتى واش هي لبسه داخليه حتى في مكان مزيان كتسقيها كتهتمي بها؟ كنسقي مره في السيمانه على حساب اللي قالت لي السيده قالت لي راه تسقيها مره في السيمانه واخده هذاك لابس يديها كتسقيها مره في السيمانه اييه غير كتشوفها بحال ما كتطلعش كتبقى شاده في الصفحه ديالها كنسمعكم بصعوبه لاله غيزه كنسمعكم بصعوبه كنسمعكم بصعوبه دابا احسن قلتي لنا دابا النبته واخا انت كتعتني بها ديك الخضوره بدات كتمشي كتمشي ماشي في النبته كلها بحال اللي واحد الورقه كتبقى النص ديالها ماغون زعما النص ديالها خضر كاينين ورقات واحد اخرين خضرين مي ديك الورده اللي كانت فيها زوينه كانت غوج وكا واحد شويه ديال السطر ما بقاتش هذيك ما بقاتش كتطلع نهائيا بغيت نسولك لالا نعم مرحبا بغيت نسولك ما كتنقليهاش بزاف في قلب الدار لا ما كنحيدهاش من بلاصتها يلاه الا بغيت نسقيها كنحطها في الكوزينه باش تسقطر ونعاود نرجع عاوتاني لبلاصتها واخا داكور نعاود نسولك واحد السؤال اخر هذه امتى بدات كدير لك هاد واش في الصيف ولا الشتاء ولا في الربيع امتى بدات كتحيد الورده امتى بدات وشحال دابا وهي عندك يعني شحال ديال الوقت وهي عندك في الدار دابا تكون تقريبا واحد العام هكاك عام اه وباش مشات لي الورده كاع تقريبا الصيف كله ما عاودتش طلعت ديك الوريضه صافي مزيان عرفت دابا باش نوضح لك لا لا دابا لا فلوغ يعني الورده في النباتات بعض المرات كتمشي ولكن كتقدر تعاود ترجع على حساب فهمتي غترجع دابا توصل لوقيته ديال الربيع بحال دابا حنا ملي كنخرجوا للشجر دا ولا هذاك الشيء بعض المرات ما كيبانوش لينا الفلوغ ما كيبانوش لينا الاوراد الوردات ولكن ملي كيجي عاوتاني العام الجاي الربيع اللي جاي الربيع كيبدا يبانوا الاوراد يعني الورده كتبدا تبان في لي بلونت فهمتي يقدر هذا التعامل ديال هذه النبته ديالك بحال كما قلت لك يعني هي من كل الربيع للربيع كتدير الورده ديالها يعني ماشي هي كتموت ولا هذه زيدتي على هذا قلتي لي بان الاوراق ديالها نصهم خضر مالهم بداو كينشفوا بداو كينشفوا نصهم قهوي نصهم خضر يعني جوج ثلاثه الحوايج يعني اما هذه النبته خاصها الماء قالت لك هي كتسقيها مزيان يعني ما كاينش مشكل ديال الماء عاوتاني خاصنا نشوفوا الفريكونس داروزاج يعني شحال من مره كتسقيها راه كتقدر غير تسقيها غير مره في الشهر لا كتسقي مره في الاسبوع مره في الاسبوع تقدر تسقيها غير مره تكون هذيك النبته خاصها غير مره في الشهر على حساب خاصها تمشي عند شي مشتل وتسول تسول في المشتل دابا حيت انا ما خاص تبان لي النبته باش غادي نعرف اشنا هو المشكل اللي فيها عاوتاني كاين المشكل ديال الامراض كما حنا كنمرضوا راه حتى النباتات كتمرض فهمتي في الوقيته ديال الصيف هي قالت لك الصيف ياك فين بدات كتمشي لا فلور فهمتها حيت الوقيته فاش كيبدا لو برينتون حتى الصيف كيبداو يكثروا الامراض في النباتات ملي كيلقاو الميديتي يعني حيت الرباط معروفه عند الميديتي الرطوبه ودرجه الحراره كطلع يعني جوج العوامل كيبداو الامراض يظهروا اما لي شامبينيو يعني هما دوك الفطريات اولا لي زانسكت يعني هذوك الحشرات يعني اذا كان عندها شي مرض خاصها تمشي تشري الدواء ديالها وديرو وترشو عليها باش هذوك الحشرات خاصها تمشي للمشتل باش تشوف دير التشخيص ديال التشخيص ديال النبته فوالا بحال الانسان يعني هي عيانه دابا ربما عيانه اما عيانه اما مستريس يعني عندها لو ستريس ادريك يعني عندها نقص في الماء كما النبته اللي كنا شلنا قبل ما ندخلوا لونتان كاين عاوتاني الماكله يقدر يكون نقص في الماكله نعم ناخذوا سي ادريس من ستات ونختموا به مرحبا بك سي ادريس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ليك وتحية للطاقم الصحفي والإداري والتقني الذي يشرف على إذاعة ميد راديو الإذاعة الممتازة 100% والتي تقدم برامج أروع وأفضل وتحية لمولاي أحمد الشرعي. الله يكرمك أسيدي شكرا. هذا. بارك الله فيك أسيدي إدريس شكرا جزيلا. التساؤل المطروح ديالي هو أستاذة أنني أنا كنت شريت واحد ثلاثة محيبقات الحبق. شريت واحد ثلاثة وبقيت كنعطيهم المعادي في الصيف عادي
بقاوكي مفلوج تم صغير ولقيت كنعطيهم هذاك الماء الحمد لله بقاو كيكبروا ولاو كبار تبارك الله ونوروا هذا. دابا الاشكال المطروح ملي دخل فصل الخريف اشنو وقع؟ بحال كرمو، انا كنعطيهم الماء وكرمو اشنو وقع؟ كرمو وصافي بحال بدا العود ديالهم كيقصح بدا كيقصح كيقصح ما بقاوش هذوك ما سبقوش كياخذوا خضوريه بقات وحده في وبداو كيروحوا واحد الزريعه وحده فيهم كنعطيها الماء بحال قلتي بقات كتقاوم وباقا لحد الان صامده كنعطيها الماء واقفه كذا ولكن ما كطوالش الماء صافي باقا قصيره شويه ولكن ملي كنت كنعطيها الماء في الصيف كانوا طوال بغيت نعرف منهاش واش حيت ملي سولت قال لك هذا الحبق راه كيدوز غير الربيع والصيف وملي كيوصل الخريف كيموت. نعم يعني انا فهمت يعني انت سي ادريس كدوي وسعد الغفور كيدوي كيدوي معايا بالحركات كيقول لي انت كتكلم وكيشخص نفس الوقت ويجاوبك نفس الوقت. دابا انا بغيت نعرف علاش كيدي قال لك ماتوا قلت لا راه خاصك تبدل كيدي قال لي خاصك تبدل التراب كيدي قال لك لا ودي راه كيضربوا غير الربيع والصيف وفي الخريف ما كيبقاوش. انا نفهمك كنشكركم على هذا الوقت ديالكم في هذا البرنامج. اهلا وسهلا سيدي بكل فرح. مرحبا سيدي بقى معنا باش نوضح لك. دابا في النباتات كاينين دابا النباتات اللي كتعيش عام واحد كاين اللي كتعيش ست شهور وكاين اللي كتعيش بحال قلتي لو سيكل ديالها يعني هي باش تنبت حتى كتكبر وتعطيك الوراق كاين واحد المده الزمنيه تقدر كاين اللي كتدوز ست شهور كتمشي كتمشي حتى تطيح الزريعه ديالها طيح الزريعه ديالها الزريعه اللي لقات عاوتاني العنايه هذيك الزريعه اللي طاحت ولقات الظروف ملائمه كتعاود تنبت فهمتي عندها مده الحياه ديالها يقدر يكون عام يقدر يكون ست شهور يقدر يكون عام يقدر يكون عامين ثلاث سنين حتى ملانيه 50 عام 60 عام 100 عام على حسب النبته على حسب النبته بحال دابا الحبق الحبق هو كيضرب واحد العام تيمشي ولكن كيطيح الزريعه وكتنبت عاوتاني يعني دابا هاد الزريعه اللي طيحه الا تسقات غتعاود عاوتاني تطلع من جديد لقات الظروف الملائمه تنوض اذا هو النبته ماشي ماتت غير النبته هذه ردت الفعل الطبيعيه ديالها والزرعه اللي طاحت الا عاود سقات وعاود رد ليها البال غتعاود عاوتاني تنبت له الحبق من جديد. ايه مرحبا شكرا جزيلا لك عبد الغفور كان لقاء زوين بزاف معاك وما سخيناش بهذا اللقاء ولكن للاسف وقت البرنامج ساعه واحده فقط ولا تكفي في هذا الحديث الشيق. شكرا جزيلا لك سي عبد الغفور مختص في عالم النباتات على كل المعلومات اللي تقاسمتيها معنا واكيد ان شاء الله غادي نعاودو نتلاقاو فرصه مقبله هذه المره غتجيب لنا النباتات والاسمنه والانواع وكاع داكشي اللي قلت لك في المباشر دابا. مشكور جزيل الشكر سي عبد الغفور. كنشكر سعيد عقال رفقتنا اليوم في الاخراج سميحه الشوي استقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه ولتفاعلكم معنا. نتمنى ان حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم. تهلاو لي فراسكم الى اللقاء.